عمري هلأ 21 سنة، عايشة ببرلين من سنة ونص. هلأ في يقول إنه أهلي متشددين دينياً لدرجة بتخنق، وكان كل شيء ممنوع وما بيصير. إجت الحرب وخلت بيتي يعتكف الحياة أكثر وأكثر، ويصير لون البيت باهت أسود وكئيب. هاد غير ضغط الحرب، لا ببيتي بحس بحريتي ولا ببلدي بحس بحريتي. كنت سنة ثانية جامعة لما قررت أحمل بأجتي وأجي على ألمانيا. عشو يرفع أرفع وجهي. تعرفت على عالم جديد مليان فرص، وعطول أول خطوة ببرلين إني دور على بيت وتعلم لغة. مع أنه هالشي كتير بده وقت، فأنا هلأ ما عندي روتين لحياتي، عم حاول أقضي وقتي بتعلم أشياء جديدة. أكثر أكثر شيء بحبه هلأ هو صناعة الأفلام، لأن بالفيلم أهم شيء هو القصة، ورواية القصة شيء كتير حلو لأن فيك تاخذ من تجارب غيرك، فيك تحكي عن تجارب، فيك تعلم ناس تانيين بطرق مختلفة، فيك تحكي عن كتير أشياء الناس ممكن ما تعرفها عن طريق الفيديو، عن طريق أنه هنا يشوفوا شو اللي عم يصير ويسمعوا وهيك. وكمان أحلى شيء هون أنه صار فيني لون شعري بأي لون بيجي على بالي، والبس اللي بدي اياه، وبلاقي ناس بكل مكان. وبرلين فيني يكون مميزة، لأن برلين كتير طبيعي انك تكون مو طبيعي.